بهتافات وأغاني خاصة. يدعم كل العرب والمسلمين المنتخبات العربية وبينها أسود الأطلس للذهاب بعيدا في مونديال قطر، خاصة بعد الانتصار التاريخي لمنتخب المملكة العربية السعودية على الأرجنتين. وتوحد مباريات المنتخبات العربية على ملاعب الدوحة الجماهير من مختلف الدول العربية التي تطلع إلى نتائج إيجابية في منافسات المونديال، خاصة بعد الأداء القتالي الذي أمانت عنه المنتخبات العربية المشاركة في أولى مبارياتها خلال الجولة الأولى. وتعيش الجماهير العربية في العاصمة القطرية الدوحة على واقع أجواء مونديالية رائعة من خلال ترديد الأهاجيج الخاصة بالمنتخبات العربية وتقوية اللحمة في مهرجان تشجيعي خاص في المونديال، مساندة لمنتخبات قطر والسعودية وتونس والمغرب في نهائيات كأس العالم. وبصم مونديال قطر لحد الآن على نسخة تاريخية بالنسبة للعرب، حيث يشهد حضوراً عربياً مميزاً في المدرجات، وهو ما ظهر من خلال الإقبال الكبير للجماهير العربية على حجز تذاكر المباريات في خطوة تشكل حافزاً ودافعاً كبيرين للاعبين من أجل تشريف المنتخبات العربية. وتتطلع الجماهير العربية إلى رؤية المنتخبات العربية تتخطى دور المجموعات والتأهل إلى دور الثمن النهائي الذي سبق وأن بلغته ثلاث منتخبات، وهي المغرب في مونديال المكسيك عام 1986 والسعودية في مونديال الولايات المتحدة الأمريكية عام 1994 وأيضاً الجزائر في مونديال البرازيل عام 2014. كما يطمح مشجعو المنتخبات العربية إلى المنافسة على الوصول بعيداً لأول مرة في تاريخ كأس العالم، نظراً للدعم الجماهيري الكبير الذي سيعزز حظوظها في هذا التحدي التاريخي الذي يقام لأول مرة على أرض عربية.